لو اطلعنا على كتب التاريخ وموسوعات النضال نجد مصطلح مهم جدا دائما ما يتكرر وهو نضال المرأة، ولكن نضال المرأة الفلسطينية هو الذي يتقدم السطور والصفحات، تاريخ حافل للمرأة الفلسطينية، هي طبعا زي المرأة المصرية ولكن المرأة الفلسطينية تاريخ حافل من النضال. ده اللي هنحاول نناقشه النهارده من خلال فقرتنا، ايضا هيتعرف عن كيف يعني تتكاتف المرأة الفلسطينية مع الرجل الفلسطيني حتى تتصدى للعدوان الإسرائيلي الغاشم على هذه البلاد الطاهرة وهي أرض فلسطين الحبيب. ضيفتي في هذا اللقاء الأستاذة أمال الأغا، نائب رئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في مصر. السلام عليكم وتحية لحضرتك أستاذة أمال. أهلين وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك يا فندم. خلينا يعني في البداية ننقل كل يعني تعازينا للشهداء اللي أفقدتهم يعني قوات الاحتلال وأفقدت فلسطين الكثير من الشهداء وخاصة إخواننا في غزة، ولكن يعني إن شاء الله قادرين في المرحلة القادمة يعني وآملين في ربنا سبحانه وتعالى خلصنا من هذا الاعتداء الغاشم. إن شاء الله إن شاء الله. حابب أتكلم في البداية عن طبيعة العلاقات المصرية الفلسطينية من وجهة نظرك يعني كسيدة فلسطينية. طبعا العلاقات الفلسطينية المصرية علاقات قديمة بقدم التاريخ، وإحنا بجمعنا الجغرافيا والتاريخ مع بعض، ولو نرجع للتاريخ لورا بنلاقي أنه معظم الغزوات اللي إجت على مصر الاحتلال مصر كانت جاية من فلسطين أو من بلاد الشام، ولما بيكون في يعني ملاحقة لأعداء في مصر بتلاقيهم يضلهم يلاحقوا هذه الأعداء لا ما يخلصوا شمال فلسطين، وأكبر دليل على هيك الهكسوس. نعم. هم إجوا من بلاد الشام، من ولما القائد أحمس أنهى حكم الهكسوس ظلوا يلاحقهم لغاية بلاد الشام. نعم. لغاية نهاية فلسطين. نعم. فهي علاقات تاريخية، علاقات بتربطنا فيها علاقات النسب والتجارة. يعني احنا عنا في فلسطين عائلات كبيرة أصولها وجذورها مصرية، خاصة انه بتتذكر انه بالقديم ما فيش لا طيران ولا نقل بحري، فكانت القوافل البرية والتجارة البرية بتيجي من بلاد الشام وبتمر على فلسطين وفي اتجاه مصر وبلاد المغرب العربي، فكانت محطة الانتظار دايما محافظة الشرقية وهي الزقازيق. فبالتالي بتلاقي عندنا كتير احنا في فلسطين في عائلات الشرقاوي والمصري والحصري والبلبيسي، وكل هاي علاقات يعني عائلات جذورها مصرية وامتدادها فلسطين. ما تنسيش انه هي على مدار التاريخ برضو يعني من ايام النظام الملكي والرؤساء المصريين، يعني القضية الفلسطينية في زمن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كانت محور اساسي في السياسة الخارجية المصرية، وفي نفس الوقت استكملت مع الرئيس أنور السادات رحمة الله عليه واتفاقيات والرئيس. يعني على مدار التاريخ القضية الفلسطينية هي قضية أساسية في للشعب المصري والسياسة الخارجية المصرية. نعم. وإحنا كمان نستشعر أنه إحنا يعني عمقنا مصري، وحل القضية الفلسطينية دايما حيكون هو الأساس في أنه هو يعني يعم السلام والخير على المنطقة العربية كلها. يمكن واكبر دليل يعني على دعم مزيد العلاقات المصريه الفلسطينيه اول من تضامن مع اخواننا في غزه هم المصريين، يعني بدعمهم بالكثير من القوافل وايضا المبادرات يعني في هذا الشان. بالتاكيد. طيب استاذ امال يعني حضرتك نائب رئيس يعني الاتحاد العام او رئيس الاتحاد العام للمراه الفلسطينيه، حابين نعرف يعني وظيفه هذا الاتحاد، نشاطاته، كيف يدعم المراه الفلسطينيه من خلال تواجده هنا في مصر. يعني الاتحاد العام للمراه الفلسطينيه احد قواعد منظمه التحرير الفلسطينيه، هو تنظيم شعبي ديمقراطي بيمثل المرأة الفلسطينية، هو مظلة لكل المنظمات المجتمع المدني أو المنظمات غير الحكومية اللي بتعمل في مجال المرأة. الاتحاد العام أسس سنة 65 في مدينة القدس، ومقره دائما ما هو مقر منظمة التحرير، فكان مقره فترة من الفترات في لبنان، وبعدين انتقل لتونس، وبعد اتفاقيات أوسلو وإعلان السلطة الوطنية الفلسطينية انتقل المقر لفلسطين. لا. الاتحاد له فروع متعددة في أماكن تواجد الفلسطينيين في العالم. لا. ويعتبر اتحاد المرأة الفلسطينية فرع مصر من أقدم الفروع، يعني اللي هو حتى سبق تأسيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بحكم وجود فلسطينيين لجأوا لمصر عام 48، وشعرت المرأة الفلسطينية أنه من واجبها أنه هي
يعني تحتوي هاللاجئين الفلسطينيين وتقدم لهم مقدمات ومساعدات بالتعاون مع الحكومة المصرية. فتأسس الاتحاد المرأة الفلسطينية أو رابطة المرأة الفلسطينية في جمهورية مصر العربية سنة 1963. هو اتحاد له أهداف رئيسية طبعا، أو يعني نقدر نقول يعني الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية من يعني أنه هي تدوب وسط الأحداث والأجواء الموجودة دلوقتي أو في الشتات. فالحفاظ على الهوية الفلسطينية هذا إشي رئيسي، لأنه هي معركتنا إحنا مع إسرائيل. أو مع الاحتلال الإسرائيلي، هي الصمود. جميل. أنت لو تخيل أنه خلال 65 سنة إحنا من حارب اليهود، أو إسرائيل كدولة استيطانية بدها تقتلع الشعب الفلسطيني من جذوره وتغير الشكل الدولة الفلسطينية اللي كانت موجودة بدولة إسرائيلية على أرض الواقع. فكان الحفاظ على الهوية الفلسطينية أنا برأيي كان أهم إشي. كمان انه هو استاذ، قبل ما نكمل بقى اهداف الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، شارك رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية الأستاذة عبلة الديجاني. سلام عليك يا فندم، تحياتي لحضرتك. وعليكم السلام. بداية يمكن احنا بنتكلم في هذا اللقاء عن يعني التاريخ النضالي الحافل للمرأة الفلسطينية وأهمية العلاقات المصرية الفلسطينية، ماذا تقولين في هذا الشأن يا فندم؟ النضال المرأة الفلسطينية بشكل عام ولا اتحاد المرأة الفلسطينية في القاهرة؟ يمكن حدثتنا شو عن الاتحاد العام المرأة الفلسطينية الأستاذة يعني أمال، وهي موجودة معنا في الاستوديو، ولكن أنا عايز أعرف من حضرتك كرئيس الاتحاد العام أيضا تقيل الضوء يعني عن أهداف هذا الاتحاد والتاريخ الحافل والتاريخ النضالي للمرأة الفلسطينية وأهمية العلاقات المصرية الفلسطينية، توصفه لنا يا فندم كرئيس الاتحاد وكونك يعني سيدة فلسطينية. بالنسبة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في مصر، يعني كما ذكرت الأخت أمال أنه هو أنشئ في 63 كرابطة للمرأة الفلسطينية، كما للحفاظ أولا لتجميع النساء الفلسطينيات من أجل خدمة القضية الفلسطينية. نعم. وفي نفس الوقت من أجل خدمة المرأة نفسها، الأسر الفلسطينية اللاجئة. نعم. وكان من أوائل أعمال الاتحاد هو الحفاظ على التراث الفلسطيني من أجل برضو الحفاظ على الهوية الفلسطينية. العدو في طول الوقت كان بيسرق منا، سرق منا الأرض، سرق منا، حاول أن يسرق التاريخ، لكن التراث لم يستطع أن يسرقه ونحن نحافظ على هذا التراث. وأنشأ الاتحاد في بداياته بيت للطالبات الفلسطينيات المغتربات القادمات للدراسة في الجامعات المصرية، أصلا لرعايتهم ولرعاية هذه الطالبات والحفاظ أيضا على الهوية الفلسطينية من خلال أنهم فلسطينيات موجودات وأنهم يمثلون الطالبات الفلسطينيات في الخارج. جميل. طيب حابين برضو نتكلم عن يعني أهمية العلاقات المصرية الفلسطينية. يمكن الأستاذة يعني الأستاذة أمال ذكرت برضو أن هذه العلاقات متأصلة من قديم الأزل، لكن حضرتك عايزك تشيريلي لأهمية العلاقات خاصة في هذا الشأن وهذه الأحداث اللي موجودة دلوقتي، العدوان على قطاع غزة وأهمية تضافر الحكومة المصرية مع إخواننا في فلسطين يا فادم. أنت تتابعي كل هذه الأحداث كسيدة فلسطينية إزاي؟ احنا شكلنا نحن الاتحاد في هذه الايام حتى قبل العدوان الاسرائيلي على غزة، شكلنا مع اخوات بعض الاحزاب المصرية، الجبهة المصرية، جبهة فلسطينية مصرية من اجل التحرير. تمام. مشكلة من عدد من الاحزاب المصرية من التنظيمات النسائية في هذه الأحزاب. نعم. ونحن نعمل معا، نحن الجبهة جبهة موحدة نعمل من حاليا من أجل القضية الفلسطينية. يعني حضرتكم بتشاركوا برضو الأحزاب المصرية لتبادل الرؤى والأفكار لمحاولة يعني مساندة المغازاة حاليا، بس الحقيقة احنا منذ بدء اتحاد المرأة الفلسطينية، منذ بدء إنشاؤه ونحن نعمل مع التنظيمات النسائية المصرية. بتمنى لكم التوفيق، بشكرك جدا الأستاذ عبلة الديجان رئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية. يعني أنا بحب أكمل على أختي عبلة انه القياده السياسيه المصريه يعني بمجرد ما بدا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه يعني حست بالهجمه القويه الشرسه على قطاع غزه، فتقدمت بمبادرتها المصريه لوقف اطلاق النار في وقت كان يعني
في بداية الحرب، وهذا لبعد نظرها اللي احنا كل الشعب الفلسطيني بقدره، انه هي بتتحافظ على الشعب الفلسطيني وعلى الارض الفلسطينيه. تمام. خاصه انه احنا بنلاقي انه بعد الحرب، يعني قرار اسرائيل بخوض الحرب البريه هو قمه الشراسه في العدوان الاسرائيلي، اللي يعني هدم هدم الشجر والحجر والارض. نعم. كلها جعل الاخضر واليابس. بالضبط بالضبط. فالقياده السياسيه كانت مستلم اخذت المبادره بهذا الموضوع، لانه فعلا احنا في الاخر حدودنا مشتركه وقضيتنا واحده، وانه مصر ان شاء الله بدورها القوي في المنطقه قادره انه هي تدعم الشعب الفلسطيني وقضيته الفلسطينيه، خاصه ان هي على مستوى التاريخ كله هي حاضنه للقضيه الفلسطينيه من فتره طويله. استاذ امال، يعني يمكن كلنا عارفين مهما نقلت وسائل الاعلام والشاشات ومهما كتبت الصحف والمواقع الاخباريه، ما يقدرش يوصل ما يحدث الان في فلسطين وخاصه قطاع غزه من اجواء واحداث. حضرتك كسيده فلسطينيه ايضا تتواصلين مع اهلك واقاربك في غزه، ممكن يوصفوا لنا اكثر الوضع الان في غزه؟ حضرتك كلميني، بتتابعوا ازاي هذه الاحداث والمشهد الان في قطاع غزه وفي فلسطين بصفه عامه؟ المشهد عامل ايه دلوقتي؟ يعني أنا بدي أقول لك، إحنا قطاع غزة يعتبر منطقة منكوبة، منطقة يعني انضربت فيها البنية التحتية لكل قطاع غزة. نعم. الكهرباء والمياه والمجاري، حتى الأراضي الزراعية هناك استهدفوها وقوموا عليها كل الدبابات الصواريخ. خلال حرب 2008 و2012 إسرائيل صادرت حوالي 40% من الأرض الزراعية في قطاع غزة، في شمال قطاع غزة. نعم. يعني هذا معناته أنه حرمت الناس من المنطقة اللي بيزرعوا فيها الفواكه والخضرة اللي بتمد الاحتياجات الأساسية لأهل قطاع غزة. أنت لو تتخيل أنه 40,000 فلسطيني شرد من بيوتهم نتيجة تدمير منازلهم، حوالي 20,000 بيت هدموا تهديم كامل، غير ما أصاب البيوت المجاورة لهم، مناطق أبيدت يعني سويت بالأرض. أنت مش متخيل الواحد لما يرجع، يعني بعد اليومين الهدنة اللي اتخذوا 72 ساعة، الناس رجعت مش عارفة تحدد هي بيتها في أي منطقة، لأنه الدمار ساوى البيوت بالأرض للأسف. للأسف. وهذا بصراحة يعني بده وقفة من العالم كله قدام شراسة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. تمام. أنا يمكن نحن في قناة زراعية، يعني أنت مدينة رفح كانت معروفة أنه هي الدولة مصدرة للورود، للقرنفل الأحمر، بيتصدر هذا الورد من قطاع من مدينة رفح على الدول الأوروبية. نعم. بيوصلها يعني زي ما بسموه طازة. وكان بيتحط في ثلاجات. لما انضربت المستشفى الوحيد اللي في مدينة رفح، اضطروا الناس يحطوا جسامين الشهداء مكان في الورد، الثلاجات اللي تحط فيها مكان الورد. يعني أنا هذا يعني مشهد صعب جدا، حقيقي صعب وصفه. قد ما الواحد يوصف مش زي ما الواحد ينزل ويشوف على الأرض. يعني إحنا داخلين على بداية عام دراسي جديد في 1/9. المدارس هلأ هي مراكز إيواء للمشردين اللي تهدمت بيوت. ده غير المدارس كمان اللي تهدمت. هذا غير طبعا المدارس اللي تهدمت. فإحنا عايشين في بصراحة نكبة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. والناس بيقارنوها أهلي بنكبة عام 48. يعني نكبة عام 48 ما كانش فيه هالشراسة وهالأسلحة يعني اللي بتستخدم يمكن لأول مرة في ضد الشعب الفلسطيني، وبيشوفوا أثارها ونتائجها. أنا في عم بيقولوا إنه عم بيستخدموا أنواع من الغاز جديدة ما استخدموهاش قبل هيك الجيش الاحتلال الإسرائيلي، عم بيستخدموا قنابل يعني بتدمر مدن كاملة. أنت متخيلش إحنا من قطاع غزة، قطاع صغير في أعلى كثافة سكان في العالم، لو ضربت حجر من منطقة من مكان بعيد بيأذي 10. فما متخيل إنه إحنا على مدار 40 يوم يعني قصف متواصل صبح وبالليل، بالطائرات الحديثة جدا وبقنابل حديثة جدا. حقيقي إحنا منطقة، يعني قطاع غزة يعتبر منطقة منكوبة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. عشان كده أنا حابب برضو أعرف من حضرتك تعاملات الفلسطينيين هناك في قطاع غزة وفلسطين بصفة عامة في التعامل مع قوات الاحتلال، وكيف تتصدى المرأة الفلسطينية تحديدا لسلوكيات الخاطئة أو السلوكيات الغاشمة من قبل قوات الاحتلال. يعني طريقكم بقى في النضال، وكلموني إزاي بتتعاملوا مع هذه الأحداث، وبتحاولوا تدافعوا عن نفسكم إزاي، حتى لو على سبيل أنك يعني تحموا نفسكم من غير ما تحتموا ممتلكاتكم، لأن عارفين طبعا قوات الاحتلال يعني بتدمر دون أن تنظر إنها بتدمر لإيه بالظبط. يعني انت شوف، يمكن اصعب شيء على الانسان تدمير بيته.
للاسف. فهذا اسهل شيء عند اليهود. يعني اسهل شيء عند اليهود يطلع قرار ازاله بازاله بيت من البيوت، وهذا طبعا على مدار سنين الاحتلال كلها، مصادره الاراضي وهدم البيوت وشق الطرق الالتفافيه في وسط الاراضي الزراعيه واراضي السكان. الجدار الفصل العنصري اللي حصل هذا، اللي هو يعني اخذ جزء من الارض الفلسطينيه، يعني انا بعتبر ان هذا اصعب شيء بيواجه المراه الفلسطينيه. القتل، القتل والقنص لابنائها واهلها، هذا برضو يعني معاناة كبيرة وتحدي كبير. الاعتقال اللي بيتم للزوج وللابن، وقد ما تقول المرأة الفلسطينية يعني مرأة صلبة وقوية وبتتصدى يعني للاحتلال، برضو هي إنسانة. عمره ما تخيل أنا ممكن بكرة هذول الأطفال اللي عم بيلموا جسامين أهلهم وعم بيشوفوا الدمار اللي عم بيحصل وعم بيشوفوا هدم بيتهم بكسارة حديثة جاية بتهد بيتهم لمجرد أنه في أمر عسكري بهدم البيت، هيطلعوا ناس طبيعيين. إحنا هدول يعني بخل جيل ورا جيل عم بيطلع يعني مؤمن بقضيته الفلسطينية وبحقه بأنه هو يبقى له دولة مستقلة وأنه يعيش زي بقيتها الناس. هذا نتيجة الممارسات الإسرائيلية اللي عم بتصير. إحنا ساعات بيكون عندنا المرأة حامل وبدها تروح تولد، الحواجز العسكرية الموجودة ما بين المدن وبعضها، ما بين يعني أحياء وبعضها، بتخليها أن هي تولد على الحواجز. لا إله إلا الله. يعني بعض الأحيان كمان أنه مثلا الحواجز هاي بتمنع الناس اللي هي تروح تاخد علاجها المفروض، يعني إذا في أمراض مزمنة أن هي توصل على هاي المستشفيات وتاخدها. للأسف يعني ممارسات غير أدمية وغير إنسانية ما بيرعوش ربنا سبحانه وتعالى. طيب خلينا ناخد الأستاذة وسام الرئيس مسؤول الإعلام بالاتحاد العام للمرأة الفلسطينية. السلام عليكم يا فندم، تحياتي لحضرتك. وعليكم السلام. أستاذ وسام، يمكن في هذا اللقاء بنتكلم عن يعني التاريخ النضالي للمرأة الفلسطينية. عايزين نعرف برضو يعني كيف يتابع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وحضرتك مسؤول الإعلام في هذا الاتحاد القضية الفلسطينية بصفة عامة وأيضا ما يجري الآن من أحداث في قطاع غزة. الحقيقة الاتحاد من أول يوم حصلت فيه الأزمة شكل لجنة متابعة ولجنة أزمة بحيث أنه يفضل على تواصل مع الأحداث طول يعني طول فترة المعارك، تداعى إلى عمل إطار تضامن، تداعى إلى يوم إلى عمل يوم غضب، دعا إليه الأحزاب المصرية وجميع فعاليات سواء الفلسطينية أو المصرية الموجودة على أرض موريس مصر العربية. هلأ في حملة لجمع التبرعات لصالح الأطفال والنساء الفلسطينيات لإغاثة السيدات الفلسطينيات الموجودات في مراكز الإيواء واللي فقدوا بيوتهم وفقدوا كل متعلقاتهم الشخصية. طبعا على الأرض يوجد هون أهل أهالي الجرحى، والجرحى نفسهم في مجموعات ذهبت إلى مختلف المستشفيات المصرية علشان تزور الجرحى وتقدم لهم بعض المساعدات أو الأشياء الرمزية اللي بتحسسهم إن معاهم، بالإضافة إلى رعاية مرافقيهم، محاولة سد النقص في أمور حياتية، لربما مبالغ صغيرة من المال، لربما يعني في أشياء كثيرة إحنا بنحاول نعملها. صح الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ليس مؤسسة غنية مساعدات كبيرة ولا له يعني مركز تمويل دائم، هو قائم على تبرعات الأعضاء ومجهوداتهم الشخصية وتبرعات الناس اللي يعني بيأمنوا برسالتنا، ولكن إحنا يعني بنحاول نعمل بقدر الإمكان عمل جيد وفعال على الأرض. بحييك يا فندم وبشكركم على هذه المجهودات، ربنا يوفقكم يا رب في المجهودات القادمه. بشكرك جدا الاستاذه وسام الرئيس مسؤول الاعلام بالاتحاد العام للمراه الفلسطينيه. يمكن استاذه امال الاستاذ وسام ركزت على تضافر يعني الاتحاد العام وخاصه من قائم على مجهودات شخصيه وتبرعات من يؤمنوا بالرساله في هذا الاتحاد. يعني تمنياتك لكل المنظمات والمؤسسات المسؤوله عن الفلسطينيين بصفه عامه والمراه الفلسطينيه ان هم يقوموا بعملهم على اكمل وجه، او الرساله المفروض او انطلق انهم يقوموا بها في الفتره القادمه للتضامن مع اهلنا في فلسطين.
يعني أنا إن شاء الله بطلب من أخواتي في التنظيمات النسائية المصرية، وهم بداية يعني فعلا أنا بأكد كلام أختي وسام، حركة نساء مصر وفلسطين من أجل التحرير اللي تشكلت من القوى النسائية المصرية والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع مصر، حط يعني أعتبرها هذا يعني إطار قيادي نسائي مصري فلسطيني لمساندة المرأة الفلسطينية. نعم. ونقل صورة على حقيقتها من أخوات عربيات مصريات عن ما يحدث في فلسطين. تمام. إن شاء الله أنا يعني بتمنى إنه خلال الفترة اللي جاي وبعد ما يعني تتثبت الهدنة في قطاع غزة إنه إحنا فعلا ننزل نعمل زيارة وننقل هاي الصورة اللي إحنا شايفينها على أرض الواقع للمنظمات الدولية والمؤسسات الدولية اللي دايما بتدافع عن حقوق الإنسان وتشوف على الأرض الواقع ماذا حدث في قطاع غزة من تدمير للبنية التحتية المسلمة، ومنطلبهم كمان بدعمنا في حقنا في أنه ننهي الاحتلال. نعم. يعني الشعب الفلسطيني قدم دماء يعني خلال فترة النضال الطويلة هاي من أجل إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. نعم. من أجل حق تقرير المصير، من أجل عودة اللاجئين لأراضيهم. فأنا بتمنى أنه بعد هاي الفترة فعلا نوقف وقفة ونلزم إسرائيل كدولة استيطان كدولة احتلال أنه تلتزم بقرارات الشرعية الدولية، تلتزم بقرارات الأمم المتحدة اللي أصدرتها بهذا الخصوص، أنه فعلا ننهي الاحتلال. إحنا الدولة الوحيدة اللي في العالم اللي واقعة تحت الاحتلال، فمن حقنا بعد هاي الفترة الطويلة من النضال أنه توقف هاي المنظمات حقوق الإنسان والمنظمات اللي بتدافع عن المرأة وحقها في حياة إنسانية وحقها في أنه هي يبقى لها قوانين ودستور ودولة مدنية يعم فيها السلام ويعم فيها الخير، أنه خلص بإنهاء الاحتلال أهم شيء أنا برأيي للشعب الفلسطيني كله مش بس للمرأة الفلسطينية. جميل. حضرتك يمكن طلبت المجتمع الدولي يعني الدول العربية التي تتحالف وتتكاتف مع فلسطين في سبيل فض هذا الاحتلال يا رب والتخلص منه في أقرب وقت، ولكن برضو عايز أعرف من حضرتك بما تطالبين الحكومة الفلسطينية والرئيس محمود أبو مازن هناك، تقولي لهم يعني كيف ينظرون لهذه القضية بشكل أكبر من ذلك حتى يستطيعوا يعني أن ينقذوا الفلسطينيين بمختلف المحافظات هناك من يعني قوى الاحتلال الغاشمة لذلك يعني. بالتأكيد القيادة الفلسطينية شكلت مجموعة أزمة لحل المشاكل اللي نتجت عن هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والحكومة الفلسطينية بدأت إنه هي تمارس يعني خطوات لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالاتصال بالمؤسسات الدولية الداعمة للشعب الفلسطيني في توفير الخدمات السريعة أو بالذات الصحية للجرحى الفلسطينيين. أنا برأيي أن حكومة التوافق الوطني اللي شكلت هي خطوة أساسية في إنهاء الانقسام وخطوة على الطريق في إنهاء الاحتلال يا رب. وأنا بعتقد أنه قضيتنا قضية إنسانية، والمظاهرات اللي صارت في العالم تأييد وتضامن للشعب الفلسطيني ما كانش حدا يتخيل أنه ممكن هاي الشعوب بتعرف عن القضية الفلسطينية أو بتعرف عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. أنت لما كنت الواحد يتفرج على المظاهرات هاي ويشوف المشاهد اللي بيعملوها زي مشاهد زي مسرحية عن اللي بيشوفوه على الشاشات التلفزيون في اللي بيحدث في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية، يعني بيمثلوه على أرض الواقع على الأرض، هاي الأعداد الغفيرة من أمريكا اللاتينية دول أمريكا اللاتينية والمواقف البطولية اللي أخذوها رؤساء الدول الأمريكا اللاتينية إنه يعتبروا إسرائيل دولة إرهاب، هذا يعني بيعتبر بالنسبة لنا إنجاز. هذا كله نتيجة السياسة الخارجية الفلسطينية اللي اعتمدها الرئيس أبو مازن إنه يوصل للعالم ما يتعرض إليه الشعب الفلسطيني من انتهاكات عنصرية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. نعم. يعني نتمنى إن شاء الله يعني إنه نعدي هاي الأزمة، والشعب الفلسطيني مر عليه أزمات كتير. نعم. إحنا ما بنخافش، لا بنخاف من طيارات ولا قصف ولا تدمير، إحنا شعب بنحب الحياة. نعم. يعني المحمود درويش قال إنه نحن إننا شعب نحب الحياة.
إذا ما استطعنا إليها سبيلا. وإحنا عندنا إصرار وصمود إنه إحنا حنكمل مشوار التحرير لغاية ما بإذن الله تعالى يا رب إن شاء الله في أقرب وقت يتم التخلص من العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية. أتمنى لك يا رب التوفيق للاتحاد، يعني مزيد من التوفيق ومساندة ومؤازرة المرأة الفلسطينية إن شاء الله في أقرب وقت ممكن بإذن الله تعالى. ربنا قادر إن هو يعني يخفز بالإسرائيليين دول الأرض، وإن شاء الله يخلص الفلسطينيين من قبضة هؤلاء الأعداء. بشكرك جدا في نهاية هذا اللقاء الأستاذة أمال الأغا نائب رئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية. شكرا لك يا فندم وتحياتي لحضرتك، وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله. الله يبارك فيك، تسلم. شكرا. مشاهدينا يمكن خلصت هذه الفقرة، ولكن بعد الفاصل فقرة حوارية أخرى انتظرونا في برنامجكم اللون الأخضر بعد هذا الفاصل.